كما تشوفوا انا كنت واجد دروكي هنا في واولوت، يعني في القنطره الزوجه اللي راهم غادي يصوبوها، اللي كتدي الطريق المدار. غادي نتبعوا الطريق فين غادي تمشي توصل لحتى تقريبا ورطاس لطريق المدار. هذه هي القنطره الزوجه اللي كما راكم تشوفوا راه في الدار ديالي هنايا، كما راكم تشوفوا هنايا. غادي نخليكم معنا وغادي نشوفوا نتبعوا الفيديو الطريق فين غادي توصل. كما تشوفوا هنا راني جايه من طريق الناظور التزاغين، تزاغين واولوت ورطاس. دروك راه حنا هنايا في واولوت، ها هنايا فين جايه الطريق هنايا. هنا راه حنا في واولوت. دروك هذه الاشغال ديال الطريق اللي راه كيكملوا عليها الطريق كما تشوفوا هنايا، كلشي واولوت هنا. هنا راه غادي الطريق اللي غادي تزيد لورطاس كما راكم تشوفوا هنايا. هنا راه في واولوت، هذه هي الطريق فين كيكملوا عليها هنايا. هنا الطريق فين الطريق اللي كدايه للجامع ديال ولا المدرسه ديال واولوت. هنا راه مقسوم هنا الطريق، ربما ما غادي يخدموا هنا واد الحار ولا الضو ولا ما عرفناش غادي يخدموا هنايا. هذه هي الطريق اللي غادي تفوت عليها منا، وغادي تفوتوا هنايا للمدار. هذا هو الطريق اللي غادي تمشي لورطاس كما راكم تشوفوا. هذه هي الطريق اللي تمشي لورطاس. كما تشوفوا احنا في القنطره الثالثه هنايا، هذه القنطره اللي كما تشوفوا هنايا هي اللي كتفصل ما بين واولوت وورطاس كما راكم تشوفوا هنايا. هذه ما بين واولوت وورطاس، لان هنايا الطريق ما باش تجي لورطاس هنايا، لان الحد ديالها مازال الطريق راه غادي تطلق المدار لورطاس. احنا دخلنا الطريق المدار الكبيره هنايا، الطريق يعني راهم تقريبا بداو فيها يزفتوها هنايا. هذه هي الطريق اللي غادي تخرج في حتى الطريق بركان، يعني في المنطقه ديال منزل الرقاده، ماشي الرقاده ولكن الطريق ديال بركان اللي كتخرج بركان وجده. كما تشوفوا هذه الطريق هذه راه تقريبا راه واحد 80% ولا 70% ديال الخدمه ديالها هنايا. كما راكم تشوفوا هنا التزفيت ديالها راه بداو يزفتو هنايا، وراه شركه هنا راهم خدامين ديال التزفيت ديالها، راه تقريبا قريب ما يكملوا الاشغال ديالها. غادي نمشيو معها حتى الطريق فين غادي تخرجنا في الرومبوا ديال بركان.
كما تشوفوا هنايا انا راني في طريق المدار، هذا طريق المدار اللي دخلت له من ورطاس للمنزل، يعني غادي يخرج في الطريق ديال بركان يعني ديال الرقاده كما راكم تشوفوا. راه تقدري الزفيت راه مكيزفتو هنايا، غادي نمشيو مع الطريق فين مزفتينا حتى الطريق ديال بركان هنا كما راكم تشوفوا هنا. الزفيت راه بداو في هذا التقليد على قبل ما يكملوا هنا تشوفوا هنا. هنايا الرومبوا اللي دايرينها، لان الرومبوا الاخيره هذه هي الرومبوا الاخيره اللي غادي تمشي تدينا لطريق بركان. كتشوفوا هنايا في الوسط غادي تكون شي نافوره هنايا، هنا بطبيعه الحال هذه هي الطريق ديال النهايه ديالها حتى لطريق بركان، حتى الرومبوا اللي كتدي البركان هنايا. هنا كتكمل الطريق المدار الكبيرة، هذا هو الرومبوا ديال بركان وجدة كما تشوفوا. هذه هي الرومبوا هنا المدخل ديالها، اللي يجي من وجدة يقدر يفوت منها، واللي يجي من ما بغى يفوت الطريق يعني رائعة. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على زر اللايك، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.